ولأقطعن بسيف حقي زوركم وليخمدن شوابكم طوفاني ولأقصدن الله في خذلانكم. من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ولا ينظر إلى حسناته، حسناته بينه وبين ربه. من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ينصح حتى يهتدي، هكذا جاءت السنة. فالذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيورون، هكذا لكل داء دواء. فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروا الحق. هذه الدار هي دار الكفاح ودار الحرب دار الإصلاح دار المجاهدة، والآخرة دار الجزاء والمحاسبة. فلا يجوز أن يكون أهل الباطل أنشط من أهل الحق، ولا يجوز أن يكونوا أشجع في إظهار باطلهم من أهل الحق في إظهار الحق. يجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوى بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل. هذا الذي أنصح به جميع يسمع كلمتي هذه من الحاضرين وغيرهم، أنصح الجميع.